السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي، شي كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير إوا الحمد لله. اليوم غنديرو حديث. أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا بعرض الأكبر على الله، فإن اليوم عمل ولا حساب، وهذا حساب ولا عمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال، فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ ترون لا تخفى منكم خافية. سورة الحاقة. أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا بعرض الأكبر على الله، فإن اليوم عمل ولا حساب، ولا حساب ولا عمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال، فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. صدق الله. سورة حاقة. يلقى أصدقائي، لا تنسوا ديروا لايك وإشتركوا وضغطوا الجرس لكي يصلكم كل يوم جديد إن شاء الله.